اخبار حضرتك ايه؟ الو تتكلم كابتن حضرتك فاروق، ازي حضرتك؟ تحياتي ليك وتحياتي لكل الشباب في السوشيال. من شويه المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه انتهى، وحضر رئيس السوبر وقلم كبير اثار التعاقد كان باين على السوبر، ومحمد شوبير المدرب العام الناس ولا النتيجه. بس الكوبر اتكلم على ان هو كان بيتمنى الفوز، وان هو كان بيخطط لتحقيق الفوز، ولكن الظروف ما خدمتوش النهارده في المباراه. وقال ان هو اضطر حاول ينشط الجانب الهجومي لان ما بيدافع بشكل يقدر يهاجمش بشكل جيد، وحاول ينشط الجانب الهجومي بنزول كوكا مكان مروان محسن، ولكن الوقت ما قدرش يسعف كوكا عشان ينفذ الفرصه اللي هو كان حاططها. وان مروان محسن لما خرجه كان سبب ان مروان كان ممكن ما يحتاجش حاجه كل طاقته ومجهوده في الوقت اللي لعبه، بالتالي حب ان هو ينزل كوكا على حسابه، ولكن الوقت ما اسعفوش في الناحيه الهجوميه. اتكلم برضو على ازمه حراسه المرمى اللي بقت عند المنتخب، وبكره ان شاء الله هيتعمل اشعه للشناوي علشان يتحددوا مدى الاصابه بتاعته في العضله الخلفيه، وبناء على نتيجه الاشعه هيتم اتخاذ القرار بخصوص احمد الشناوي. ولكن انا بقول لحضرتك بكره شريف اكرامي هيخش في التدريبات الجماعيه مره ثانيه، لان شريف اصبح سليم، ما كانش عنده اي حاجه في العضله الخلفيه، يمكن الالام اللي كان بيشعر بيها الام ثقلت في العضله الخلفيه، وبكره شريف هيشارك في التدريبات بتاعه المنتخب. علان جريس يعني قال في المؤتمر بالنسبه لمنتخب مصر ان هو كان بيواجه فريق قوي وفريق صعب، وان هو راضي تماما بالتعادل اللي حققه قدام منتخب مصر، وان هو هيحاول ان هو يحقق نتائج افضل في دور تمانية. استاذ محمد انا بشكرك طبعا، يعني مش سامعك كويس، فبالتالي هنحاول نرجع لك تاني في مكالمه تانية، لكن يعني خلينا نروح لفاصل كابتن ربيع. وقبل ما نروح لفاصل اسالكم سؤال، لان واضح استاذ محمد يعني اللي انا فهمته ان مستر هكتور كوبا بيقول ان الظروف ما خدمتوش، وان التوقيت بتاع كوكا ونزوله ما اخدش الوقت الكافي. طبعا هي دي المفروض هو اللي يسال عليها مش هو، لكن خلينا نروح لفاصل سريع نرجع نكمل مع ضيوفنا.